عسلامة مدام. عسلامة، مرحبا. مرحبا بك أكثر. شكو بيك عايشة أختي العزيزة. مدام أنت كيما نسي الكل قلبك معبي على المواد الغذائية، الروز والمقرونة والزيت والحليب والبن والتاي. ما عندكش فكرة، سيرتو أنا نموت على القهوة، منحل عينيا صبح كان بالقهوة. القهوة ما فماش، السكر ما فماش، السميد ما فماش، روز ما فماش، روز عندي عامين ما طيبتوش الروز. شو هي الروز؟ ما عندكش فكرة، وأنا الأولاد مغرمين بالروز، فهمت؟ باش نحكي لك؟ والغلاء على الكل، المواد الأساسية ما فماش وزيد الغلاء من فوق. والله أنا نوجه نداء للسيد قيس السعيد، نقول له بالله بربي أنا نساعة لساعة عطار ندخل له الكل، يبدأ عنده ما يحبش يبيع. والله صدقني كما نحكي لك، فهمت؟ يعني ما يحبش يبيع جمله ولا يبيع بحاجه بقضيه؟ يبيع بقضيه، يقول لي لا انت ماكش كليون عندي ما نبيعش، والا نبيع اشتري من عندي قضيه باش نجم نبيع لك، فهمت؟ ساعه الروز ما فماش، الروز يجي في المونوبريس صباح صباح الاربعاء ونهار الجمعه، هذوما النهارين، وساعه لساعه كي تمشي للمونوبري ما عادش تخلط عليه، فهمت؟ تلقى العباد الكل هفتوا. باش نحكي لك؟ كيفاش قاعدة توفر فيك المواد المفقودة منا ومنا كيما الناس الكل؟ خلي لي باكو، خلي لي زوز. تحب الصحيحة؟ عندي والجيرانة يخدم في المونوبري، كي يجي السكر يعمل لي تليفون يقول لي راهو السكر جاي، ناخذ تاكسي ونمشي للمونوبري، مونوبري في الايروبور، انا نسكن في كارتاج، فهمت؟ الروز ما طيبتوش، نتلز المقرون الكل ما فماش، فما كان الفل، فما كان البلومة. الكسكسي، كسكسي انا عولت في الدار، مش نكذب عليك، لا انا عولت في الدار، عملت كسكسي ديالي مفور باش ما نستحق، خاطر الكسكسي الاخضر هذاك اللي يشريوه الناس الكل التوانسه الكل ما فماش. شنو السكر؟ السكر نشي توابع ساعه ساعه نرحي بالمكسي، على خاطر السكر توابع موجود والسكر المرحي ما فماش. شنو باش نحكي لك؟ والله ما عندكش فكرة، طو كل مرة نقولوا تو تتوفر لك الحاجة، تو نلقاوك الحاجة، باهي تلقى حاجة، تلقى حاجة مثلا، تلقى اليوم الكسكسي و تلقى اليوم الكسكسي، أما غدوة ما تلقاش السمي، ما تلقاش حاجة أخرى، فهمت؟ أكثرية المواد الأساسية والمواد الغذائية الأساسية ما مش موجودة. خاصة مدام الحليب والبن، قهوة الصباح ما عندك باش تعوضها. انا نشرب قهوه، انا نشرب قهوه بن، لكن نهار تلزيت باش ناخذ 100 غرام بن، ال 100 غرام ب 10000 حاشاك البن الارابيكا المرحي، فهمت؟ ولدي حليب يشرب حليب ساعه ساعه، ما يعملش قهوه الصباح، يتلز ياخذ ابوار من العطار والا ياخذ كعبه كرواسون. اما ما يعوضوش كوميم قهوه ذيك حاجه ما يعوضوش، باش نعملوا شنو باش نعمل؟ تو هو تو ديجا نهارين هذوما اللي عندك البارح وقلت البارح واليوم الحليب ما فماش، العطار هاي كان بربي تو كان جانا تو نخلي لك، فهمت؟ هاي مدام تعبين، خاصة في المواد الأساسية تعبين، في الصغار ما يلقاش قهوة حليب الصباح، مش باش نعمل؟ معناها توا في مع فقدان المواد الغذائية فما حاجات ما عادش نطيبوها نتخلاو عليها حتى لو كان احنا عندنا منهم، أما يلزمنا نقتصدوا، مثلا باش طيب جاتو، باش طيب حاجة حلوة. لا الجاتو ما عادش مطيبين، لا ما عادش مطيبين. قبل نطيبوا حاجات تستهلك برشا زيت باغ اكزومبل، توا لا واحد يقتصد. توا الزيت تخليه كل التطيب والقليان، ما عادش باش تستهلكوا في حاجات أخرى، مثلا باش تقلي تعمل كعيبة يويو ولا باش تعمل خبزة جاتو للصغار، فريكاسي مرة. فركاسي من جمله ما عادش هذاك قصيناه، والله صدقني كي نقول لك ثلاث سنين ما طيبناش الروز ولا عامين تو ملي تفقد ما طيبناش الروز. واش باش نحكي لك اختي؟ والله الروز المتوفر ماهوش تونز، ماهوش كان حتى يتوفر لنا ومع الغلاء عديناه الغلاء، اما غلاء ومش متوفر الحاجات الاساسيه ما باش نحكي لك. بكويت الروز ب 3000 7500 ب 7000 الاخرى انا ريتو عند العطار اللي مقابلني ب 7000، قلت لي قول له شنو هذا مستوردين ومنين؟ ما فهمتش. من الجزائر حتى الروز الابيض هذاك اكل اللي نقول انا يتفترش ما فماش، الروز بجميع انواعه سواء الاصفر والا المفور الابيض ما فماش، السكر توابع موجود، السكر المرحي ماهوش موجود. قداش وصل السكر توابع توا؟ 3500 4000 الباكو. اي هكاك هكاك مش نحكي لك. المقرونة قعدنا في المقرونة الموحدة كان الفل، الأكثرية الفل تلقاها موجودة ومعاها ساعة لساعة تلقاك التليفون، البلومة والسباجيتي نمرو ثلاثة والرشطة والكسكسي الأخضر هذاك نتاعنا فهمت، ما عادش فماش. كان الخشين، كان الخشين، الخشين والباكو ماهوش أخضر، الباكو الموف ما نعرفش رندا ولا حاجة كيما هكا فهمت، التاي الأحمر، التاي الأخضر ما عادش، والتاي الأحمر ما فماش. تلازينا ناخذوا فيك الباكو نتاع حشيشة ليبيا، عرفتها متكتب عليها حشيشة زهرة والا فاطمة، قداش الباكو؟ 6500.
باش نعمل تحت الظروف هذه الكل؟ والله عدينا الغلاء وعدينا كل شيء، ما عدينا المواد تتفقد، قلنا الغلاء وميساج تو نشريو، فهمت؟ اما تتفقد زاد المواد تولي تحير، حتى شنو باش طيب؟ شنو باش نطيب؟ تحير باش تعمل مرقه، تولي تعمل مرقه، تولي تعمل مثلا كدويده سكاكر المفوره، مقرونه جاريه فل مربوطه، فهمت؟ مربوطيك شو باش نعمل؟ خصو الحليب الصباح ما فهمناش. ساعة ولدي بأبوار كما قلت لك، ومعها حاجة أخرى كعبة كيك. توا كي تخرج تقضي، يعني تقضي بالشهر ولا بالجمعة ولا بالنهار؟ والله أنا كنت نقضي بالشهر من كارفور، عندي كي نقول لك عامين ما دخلتلوش، وليت نقضي من العطار اللي بحذايا بالنهار، كل نهار ونهارو. الدجاج نمشي ناخذ شويه، اللحم نمشي ناخذ شويه، كل نهار ونهار، فهمت؟ ما عادش فمك اللي باش تمشي تجيب اوف باش في كونتيتي نتاع جمعه كامله باش تشتي نتاع جمعه كامله، فهمت؟ ما عادش والله لا عاد. قبل كنا نشتي نتاع جمعه كامله ونحطو في الكونجيلاتور باش تكلف لك قبل جمعه كامله. جمعه كامله الاساسيات عندك يعني؟ عندي لحم ودجاج وخضره وحكايات 250 300. باش نحكي لك كيلو اللحم ب 44، ويقول لك ولدي يا قد كيلو اللحم ب 44 باش تشري كيلو فيه 6 كعبات 6 لحمات، فهمت؟ الدجاج الكيلو ما نعرفش ب 12 ولا ب 14 ولا قد ايه 15000. والله صدقني خويا بالحق، المتوظف يمكن تبدا المراه متوظفه وراجل متوظف يخلطوا على الحكايه هذي. السكالوب 28 كيف راهم ديما في الروج راه الموظفين معناها بالحق اكثر عباد، وراجل يخدم في التلفزه يخدم في الاذاعه والتلفزه في الديوان الارسالي في الارسال الاذاعي والتلفزه. هو شهريه واحده، اما قد صغار تقرا توفر لهم مستحقاتهم بيان سور مستحقات دروس خصوصيه وما عادش خالصه تبقى ساعه في الروج، تبقى ساعه عنده كريدي، فهمت؟ سيغتو المراه ما تخدمش مشكله كبيره في تونس، فهمت؟ انت اخترت انك ما تخدمش؟ والله انا ستيليست موديليست انا، اما ما ملي جبت ملي جبت الاولاد ما عادش نخدم، فهمت؟ اللي هي تكري في جوار الدار والاولاد يقراو، انا اللي لهيه بالليتيودات نتاعهم. انا بليها المراه في الدار والله صدقني اي صحيح محلاها من شيرة تلهبها اولادها وبدارها، اما من شيرة كونها ما تخدمش وناقصه فلوس والكل خايبه على الاخر، فهمت؟ قداش باش يوفر هو الراجل وقداش منها الشهريه نتاع الحاكم؟ وصدقني حتى تخلص زوز ملايين وثلاثه ما عادش يوصلوا، فهمت؟ على كل مدام يعطيك الصحه، نخلي لك الكلمه الاخرى، شنو تحب تقول؟ والله نقول وفرونا المواد الغذائيه، هو الحمد لله الشكر لله، اما وفرونا المواد الغذائيه. ونوجه نداء للسيد قيس سعيد ونقول له بالله نقصنا شويه من الغلاء، وراو عندنا صغيرات. ميرسي بوكو، عايشك مدام.